السلام عليكم. راني نتكلم لكم على هاد لاناسيل هادي، راني درت لكم فيديو من الاسفل. عندما تريد ان تقودها من جهتك الجهه راك تجعل هذه هنا، واذا اردت تقودها من الجهه تدير هذه وتجعلها هنا. هاي تقدر تسمع فهمتوا، هذه نسبه الوقود، هذه تاع البطاريات، وهذه لا تيرمينيت راه منطفئه مش مشتغله، هذه درجه الحراره. هنا واش تحتاج هذه لتوقيتها؟ هذا جرس، اكتشف هذا المفتاح، هذا تضغط على المفتاح تلقى عليه مضغط مطولا. مثال اردت ان تدير السله هذه، هاي هنا راني نقطتها بالمحرك. عندك هذه تبقى ضغط عليها مطولا، مثال تدور السله هذه، شوف مع بعض ها. هاي نفسها ترجع عنه. هذه السلة، هذه دوران روتاسيون يمين ويسار، دائما تبقى ضغط على هذه، هذه تساعد لك هذه. وانه هذه السفلة تنزل، هذه تخرج تلسكوب. ها السم شو ماكش تخزر عليه، دخلت تلسكوب. ها سهلة جدا، هاك شفنا ولا تيرميني تمشى درجة الحرارة. هذه تساعد لك، هذا السهم هذا تساعد لك، هذه تساعد لك، هذا السهم تساعد لك تنزل. تبقى هذه ضغط توقف إجباري، وهذه مكان الوقود. التعليمات راه يقول لك عندما توقفهاش تصعد السلة، ما تتركهاش نازلة، فهمتوا. وهذه نفسها تطفئ المحرك. اطفئ المحرك. السلام عليكم.